أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. السادة الحضور، متابعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني، حيث تواصل معكم وزارة الأوقاف المصرية هذه الأسابيع الثقافية في أسبوعها الثامن، من هنا من رحاب مسجد عباد الرحمن بحي زهراء المعادي بمدينة القاهرة. اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء المبارك أن نرحب بضيوفنا الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وفضيلة الدكتور ياسر أحمد مرسي أستاذ التفسير المساعد وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ونرحب أيضا بفضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي وفضيلة المبتهل الشيخ حجاج مصطفى، ومن ضيوفي هذا اللقاء وهذه الأمسية فضيلة الدكتور ياسر معروف مدير إدارة أوقاف المعادي بالقاهرة. وهؤلاء العلماء وهذه الكوكبة المباركة ينزلون جميعا ضيوفا على فضيلة الشيخ مصطفى علي سمك إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسنات كل من شارك فيه واستمع إليه وتابعه. هذه اللقاءات الإيمانية تأتي برعاية مباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، الذي حرص على إقامة مثل هذه اللقاءات لنشر دين الإسلام الوسطي السمح الذي نعتنقه ونحبه ونبجله في بلادنا، ونريد أن نصل بصورته الطيبة وصورته السمحة إلى كل مواطنينا وإلى كل أحبائنا في كل الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. ونبدأ دائما بالذي هو خير، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
السماوات والأرض
الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث تواصل معكم وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هذه الأسابيع الثقافية، وهذا الأسبوع هو الثامن والذي يقام في مسجد عباد الرحمن بحي زهراء المعادي بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، الأرحام لها شرف وفضل كبير في الإسلام، وصلة الأرحام والمحافظة على حقوق ذوي الأرحام وعلى صلة الأرحام تنزل بصاحبها منزلة عظيمة كبيرة بين الناس وعند الله تبارك وتعالى. لذا أولاها الإسلام بعناية خاصة، وحث ديننا الحنيف على صلة الأرحام وعلى المحافظة على حقوق ذوي الأرحام حتى يظل المجتمع مجتمعا مترابطا متماسكا، يخاف بعضه على بعض ويشد بعضه بعضا، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذه أخوة الإيمان، فما بالنا بأخوة وصلة الأرحام. حول حقوق ذوي الأرحام نبقى إخوة الإيمان مع هذه الكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب، وعجزت العقول عن إدراك ذاته، وتاهت فهوم الفحول في أنوار معرفة صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بألوهيته، الأزلي بأوليته، الأبدي بآخريته، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد ولد آدم، سيدي يا رسول الله، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمدٍ، ففي ذكره نور وفيه نعيم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تشرح بها صدورنا وتفرج بها كروبنا، صلاة تغفر بها ذنوبنا. أما بعد، فيطيب لي بادئ ذي بدء أن أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الأوقاف على هذا الجهد المبارك، هذا الجهد الدعوي والثقافي الذي يضرب في شرايين الحياة والمجتمع ويضخ فيها الحياة الإيمانية المتجددة مع الإيمان المتجدد. فالضمائر تستيقظ بهذه المنتديات الثقافية يقظة إيمانية تحيي القلوب في أنس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حيث القدوة والتأسي، ووقفتنا مع جامعية تجمع أواصر المجتمع كله، فجسد المجتمع يتمثل ويتجسد من مركزية معينة وهي الأرحام، فالرحم في المجتمع بمثابة الجسد الواحد، والجسد فيه أعضاء وفيه رأس، ولا جسد من غير رأس. الرأس يدبر ويفكر ويتعظ ويتدبر ويتأمل، والأعضاء تسعى وتتناول وتمشي وتقبل وتدبر، فجسد من غير رأس جسد ميت، وجسد من غير أعضاء جسد مصاب بالعرج معوق. وحين حث الله سبحانه وتعالى على صلة الأرحام حض على هذه الجامعية وجمع هذه الأعضاء في كيان واحد وفي لبنة واحدة، وتوعد أهل القطيعة، توعد أهل القطيعة لما قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن توعد الله أهل القطيعة باللعائن. فصلوا الأرحام وكونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لاقى الويلات والويلات وصفح وعفى. نعم، كم من مظلوم في عالم الأرحام، ولكن الجميل أن نسير على خطو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من؟ هو معلم البشرية، وهو من؟ هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. وماذا نحن من غير رسول الله؟ من نحن؟ نحن نكرة عرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا رسول الله نتأسى ونتعلم من مواقفه. ألم يطرد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يؤذى صلى الله عليه وسلم؟ ألم يشتت الأطفال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجتمع مكة الأول أجلي من كل محمد، من كل محمدي يتبع محمدا. مجتمع مكة طرد فيه أتباع محمد وأوذي فيه محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد 20 سنة يعود سيدنا رسول الله فاتحا، يعود إلى مكة في 10,000 رجل فاتحا، ويقف عند حلق باب الكعبة وينحني لأنه أعلى، ويقول: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ يخاطب من؟ يخاطب أعمامه وبني عمومته وأبناء خالته وخلانه: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فبكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنتم الطلقاء، قالها لمن؟ لأقاربه وأرحامه. قالها لمن؟ قالها لأهل مكة الذين طاردوه وطردوه وآذوه بما فيهم ذوي رحمه. هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نعفو وأن نصفح مهما ظلمنا،
مهما ظلمنا قابل السيئة بالحسنة كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعد وارتجف، خاف من رسول الله لما فتح سيدنا النبي مكة منتصرا. بلغ الخبر أبا سفيان بن الحارث وهو ابن عم سيدنا رسول الله، وكما قلنا ارتعد وارتجف. لماذا؟ لأنه آذى رسول الله، وكان ممن طردوا رسول الله، وكان ممن شتتوا المسلمين مع رسول الله. ارتعد، فلما أطفاله وجمع أولاده وهم على الخروج من مكة إلى الصحراء، فلقيه سيدنا علي بن أبي طالب. قال: إلى أين أنت ذاهب يا أبا سفيان بن الحارث؟ قال: إلى الصحراء، أموت فيها جوعا وعريا، فوالله لو علم بي محمد ليقطعني إربا إربا. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلي وعرف مكاني ليقطعني قطعا قطعا. قال سيدنا علي بن أبي طالب، وأبو سفيان ابن عم سيدنا رسول الله، يعني من ذوي رحمه، قال له سيدنا علي بن أبي طالب: أخطأت يا أبا سفيان، أخطأت، فوالله ما من أحد أكرم من محمد، وما من أحد أبر من محمد، وما من أحد أوصل من محمد صلى الله عليه وسلم. اذهب إليه وسلم عليه بالنبوة، وقل له قول إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب إليه، جمع أطفاله وأولاده وسلم على سيدنا رسول الله، وقف عند رأس سيدنا رسول الله وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه سيدنا النبي السلام، وهو من؟ أبو سفيان الذي آذى سيدنا رسول الله وطارد سيدنا رسول الله، غصب الأموال وشتت الأطفال، وهو في الوقت نفسه ابن عم سيدنا رسول الله، يعني من ذوي رحمه. هنا يعلمنا سيدنا النبي كيف نصفح وكيف نعفو، لأنه القلب الكبير صلى الله عليه وسلم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه سيدنا النبي السلام وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال له رسول الله؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، رددوا هذه لأرحامكم، مهما آذوكم ومهما نغصوا عليكم العيش اصفحوا. هذا واجبنا الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفا وغفر. أسأل الله تعالى
أن يجمع قلوبنا على فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بقلوبنا جميعا وبسيدنا رسول الله الأرحام جمعا لا تفرق بعده أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. طوف بنا حول صلة الأرحام وفضلها في الإسلام. واسمحوا لنا متابعينا الكرام أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله عبد الفتاح المفتش بإدارة أوقاف المعادي، وفضيلة الشيخ علاء صقر المفتش بإدارة أوقاف المعادي، واللذان حضرا معنا هذه الجلسة الطيبة. إخوة الإيمان، تعلقت الرحم بعرش الرحمن وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك، فقال لها ربنا تبارك وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لذا كانت صلة الأرحام من الأهمية بمكان في المجتمع. وما نراه من مشاكل تطل برأسها في كل المجتمعات إنما منشأها الأول هو قطيعة الأرحام وقطع الأرحام. لو أننا في أي مجتمع طبقنا هذه القاعدة الطيبة وهي صلة الأرحام لما وجدنا أكثر المشاكل التي نراها في المجتمعات. نعيش أيضا مع فضل صلة الأرحام في الإسلام وحث الإسلام على صلة الأرحام مع هذه الكلمة لفضيلة الدكتور ياسر أحمد مرسي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، فلقد عرفتك منعمًا متفضلًا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى وبياكم وأكرمكم وهداكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم نلقاه. وبعد، عباد الله، فالصلة بالله والقرب منه والسعي لنيل محبته ورضاه مطلب كل عاقل في هذه الحياة، كل عاقل لبيب يسعى أن يفوز بمحبة الله تعالى ورضاه والصلة به والقرب منه سبحانه جل في علاه. لماذا؟ لأن الاتصال بالله والقرب منه يفتح للإنسان جميع الأبواب، وييسر له كل الأسباب، ويلهمه في كل أموره الصواب. ولم لا وهو في معية الله؟ من كان الله معه، معه الفئة الغالبة، معه الحارس الذي لا ينام، معه الهادي الذي لا يضل، معه ملك الملوك، معه مقدر المقدور وميسر الأمور سبحانه جل في علاه. لهذا
جعل الله سبحانه وتعالى من وسائل الصلة به والقرب منه قانوناً وسنةً تجري بين العباد وبين الخلق. هذا القانون عبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبرنا أن الرحم تعلقت بالعرش، وأخذ ربنا سبحانه وتعالى لها العهد على نفسه: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فمن وصل رحمه وصله الله ونال رضاه والقرب منه، ومن قطع رحمه قطعه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى العفو والعافية والنجاة والسلامة. صلة الأرحام يا عباد الله تقوي أواصر المحبة والمودة، وتزيل الشحناء والبغضاء والعداوة، تزيد في الأعمار وتعمر الديار، وبسببها تحل البركة في المال والولد والعمر والرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم تجلب النعم وتدفع السوء والنقم، تجلب لك كل خير وتبعدك وتبعد عنك كل سوء ومكروه وشر. وتأملوا حين عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها بعد أن لقي جبريل وأمره بقوله اقرأ، قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، الله تعالى لا يريد بك شرا بل يريد بك كل الخير. لماذا؟ أول أسباب جلب الخير، أول أسباب إرادة الله تعالى له الخير: إنك لتصل الرحم. فكانت صلة الرحم سببا في جلب الخير ودفع السوء والشر، وهذا كان معروفا قبل الإسلام. وأول وصاياه صلوات ربي وسلامه عليه إلى الناس أمرهم بصلة الأرحام، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فصلة الأرحام تجلب لنا كل خير في الدنيا وفي الآخرة. واصل الأرحام يدخل جنة الله سبحانه وتعالى، واصل الأرحام يدخل جنات الله سبحانه وتعالى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر أوصافهم: ومنها يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وجزاؤهم جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هذا جزاء من يصل رحمه في الدنيا وجزاؤه أيضا في الآخرة. وجاء كتاب ربنا سبحانه ليؤكد على صلة الأرحام ويحذر من قطيعتها. يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قراءة الجمهور بنصب الأرحام، أي اتقوا الله الذي تساءلون به فيما بينكم
واتقوا الأرحام أن تقطعوك بل صلوك وأحسنوا إليك. وقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تتساءلون فيما بينكم بالله، يقول أحدهم للآخر أسألك بالله تعظيما لجلالك وكماله وجنابك الكريم، وأيضا كانوا يعظمون الأرحام لما لها من المكانة والمنزلة عند الله، فيسأل بعضهم بعضا بحق الأرحام التي عرفوها وقدروها حق قدرها. وفي الآية الكريمة إشارة إلى صلة الرحم، وليس المراد بها الرحم القريبة وفقط، كل قريب يمت لك بصلة من جهة أمك أو أبيك، لا، بل هناك رحم بعيدة، رحم أعم، رحم تربط بينك وبين الإنسانية، تربط بينك وبين الإنسانية جمعاء. هذه الرحم تتمثل في آدم عليه السلام، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، والأمر بعدم قطيعة الأرحام في تذييل الآية الشريفة بعد أن ذكرنا الله تعالى بمبدأنا وخلقنا من نفس واحدة، يدل على أنك مأمور بصلة هذه الرحم البعيدة والعامة. جاء رجل إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، فقال له الحاجب من أنت؟ ماذا أقول لأمير المؤمنين؟ قال قل له أخوك. فلما دخل عليه سأله قال أخوك من آدم؟ فقال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من يصلها. هذه هي الرحم البعيدة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا ويأمر أصحابه ويوصيهم بأهل مصر خيرا، إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن لهم رحما وذمة. الرحم كون أم إسماعيل عليه السلام هاجر من مصر، وأما الذمة أو الصهر فكون مارية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم إبراهيم من مصر أيضا. يجب علينا أن نصل أرحامنا، ومن صلة الأرحام ومظاهرها وصورها أن نلتمس الأعذار لهم، وأن نتغافل عن هفواتهم، وأن نقيل عثراتهم. قالت زوجة طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف له يوما والله ما رأيت ألأم من أقاربك وأرحامك. قال لها ولما؟ قالت إذا أيسرت لزموك، ما يكون معك فلوس وربنا فتحها عليك يصلوك ويأتون إليك ويسألون عنك، وإذا أعسرت تركوك. فالتمس لهم الأعذار وقال لها الحمد لله الذي جعلهم يصلوننا حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا حال عجزنا عن الإحسان إليهم. فالتمس لهم الأعذار وأقال لهم العثرات. فهيا بنا يا عباد الله نصل أرحامنا ونتقرب إلى ربنا لنكون في معيته، فمن كان الله معه فمعه كل شيء، ومن فقد الله سبحانه فقد كل شيء. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الواصلين الموصولين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون متابعينا الكرام، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور ياسر أحمد مرسي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ حجاج مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقبل دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب. إلى وفي المآب. وصل بيني وبين النور طه. وصل بيني وبين النور طه. وهيئني لأسرار الكتاب. وخذ بيدي لما يرضيك عني. وقوي عزيمتي وأزل حجابي. وقوي عزيمتي وأزل حجابي. وسد منافذ الشيطان مني. ويوم العرض لقني جوابي. سيدي يا رسول الله، رأيت الهلال ووجه الحبيب.
صلوا عليه. رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر، فلم أدر من حيرتي فيهما هلال الدجى من هلال البشر. ولولا التورد في الوجنتين، ولولا التورد في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر، لكنت أظن الهلال الحبيب، لكنت أظن الهلال الحبيب، لكنت أظن الهلال الحبيب، وكنت أظن الحبيب القمر. سيدي يا رسول الله، له وجه جميل لو تراه، ترى قمرا منيرا في العلالي، وقلب ليس يغفل في منام، وفي التسبيح دوما في انشغالي. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ حجاج مصطفى، وكانت ختاما لهذه الليلة المباركة وهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد عباد الرحمن بحي زهراء المعادي بمدينة القاهرة، تواصلا مع حضراتكم من خلال وزارة الأوقاف التي تقيم هذا الأسبوع الثقافي الثامن بهذه الرحاب الطاهرة. أشكر لكم جميعا الحضور المبارك، وأشكر لضيوفنا الكرام، سائلا الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأشكر لوزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري على هذه المبادرة الطيبة وهذه اللقاءات المباركة، سائلا الحق تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم بها دائما يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. شكرا لكم متابعينا الكرام، شكرا لكم مستمعينا الأعزاء. إن شاء الله غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة. نشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.